بعد يوم دام شهده قضاء المقدادية بمحافظة ديالى العراقية عقب الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 2 من عناصر الشرطة المحلية جراء إطلاق نار في أطراف القضاء شمال شرقي بعقوبة. المصدر الأمني أوضح أن 2 من عناصر الشرطة تعرضا لإطلاق نار من قبل مجهولين خلال توجههما إلى منازلهما في قرية بروانة الصغيرة شمال غربي المقدادية، ما أدى إلى مقتلهما فورا، مضيفا أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين. ويشهد قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة أحداثا أمنية متأزمة تسببت بنزوح 170 أسرة من قرى القضاء شمال شرقي محافظة ديالى. حياكم الله، شلون المعنويات زينة؟ وإلى محافظة كركوك، أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة علي الفريجي أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم إرهابي في قاطع قوات المشاة 45 وأوقعت خسائر كبيرة بصفوف عناصر تنظيم داعش الإرهابي، فيما أفاد مصدر أمني بمقتل جندي عراقي إثر استهدافه بسلاح قناص من قبل عناصر التنظيم في كركوك. وكانت نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي بمحافظة صلاح الدين قد تعرضت الأربعاء لهجوم شنه تنظيم داعش أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش وإصابة آخرين. وتأتي التطورات الميدانية في أعقاب هجمات دموية شنها تنظيم داعش الإرهابي خلال الأيام الفائتة في وقت تشهد فيه البلاد تجاذبات بين الأطراف السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. 4 9 7 7 7